ولدت الإعلامية والصحفية المصرية دعاء فاروق في 17 أكتوبر عام 1975. عملت في كل من قناة إقراء الفضائية وشبكة تلفزيون الحياة، لها مقالات في صحف ومجلات مختلفة. تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة طنطا، عملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة مالتي ناشونال وأصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات في الشركة. انطلاقتها في مجال الإعلام كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب كمتدربة عام 1998 برفقة عدد من الزملاء منهم دعاء عامر وكريم كوجاكا. وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن تقوم بتقديم مهرجانات الأغنية الدولية الخامس على قناة ART الموسيقى، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب. بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو ألو ART، وهو عبارة عن برنامج صباحي كانت تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، فقدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان. شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان أندراوس المذيعة الرئيسية بالمحطة، ووقتها قرروا أن يقدموا كواليس فوازير أبيض وأسود التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي في برنامج يحمل عنوان عملوها إزاي. أما في مجال الصحافة فكتبت في مجلة ستلايت كان لها باب بعنوان يوميات مذيعة مشفرة، جريدة صوت الأمة الإسبوعية مع وائل الإبراشي قبل الثورة، جريدة الدستور الأصلي برئاسة إبراهيم عيسى حيث كانت تكتب مقالاتها السياسية الساخرة أسبوعيا لمدة عام ونصف، المجلة النسائية حجاب فاشون وتكتب بها إلى الآن مقالة شهرية تحت عنوان كلام ستات. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.